عسلامة ومرحبا بكم في كل فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا لاباس وفي صحة جيدة. اليوم باش نحكيو كما قاعدين نشوفوا على سوزوكي سويفت. اما تقول لي لحظة، سوزوكي عندها سويفت عندها أكثر من 3 سنين وهي تدور في الشارع، تو نجي تصور فيها. ريلاكس، السوزوكي اللي معنا اليوم سوزوكي متأكد أنت ما ريتهاش قبل في تونس، ومتأكد أنت ما ريتش حتى فيديو واحد يحكي عليها بالعربي، على خاطر اللي معنا اليوم هي الأصلية، هي اللي تصنع في اليابان وتمشي للسوق الأوروبية. دونك سويفت اللي معنا اليوم هي السويفت الأوروبية. كيفاش سويفت أوروبية تصنع في اليابان؟ وكل من احنا تاعنا كيفاش؟ احنا اللي جينا لتونس كان مازلت في بالكش، اللي جينا لتونس جينا من الهند، تتصنع في الهند. دونك وهذه تتصنع في اليابان وتمشي للسوق الأوروبية، فما حتى أسواق أخرين زادة تتصنع فيها. باهي باش نحكيو على الفروقات بينتها هي والهندية، هي واللي عندنا في تونس، وباش نحكيو على كل شيء يخص الكهرباء هذيا. دونك وحاجة أخرى زادة، كهربتنا بالنسبة لليوم فيها حاجة سبيسيال أخرى واللي هي هيبريد، هايبريد هجينة. علاش؟ على خاطر السوق الأوروبية ما فيه كان سويفت هيبريد أكاهو. باش نفسر لكم الحكاية هذيا أكثر في التيست درايف بعد كيفاش نعملوا تجربة القيادة. قبل ما نبداو، اشتراكك في القناة مهم برشا، وإن شاء الله مرة أخرى زاد باش نصور لكم السوزوكي فيتارا الأوروبية. ما تنساش تابعنا على الباج فيسبوك وعلى انستغرام باش تلقى كل جديد عالم السيارات. يلا بينا، ليتس جو. أول فرق لاحظوه في السوزوكي سويفت الأوروبية واللي هو المستطيل هذا. زعما شنو هو هذا؟ هذا نظام تاع السيكيورتي هاي البرشا واللي هو نتاع مانع الاصطدام. هذا باش نفسر لكم أكثر في التيست درايف، أما خليني نقول لكم عليه. هذا إذا أنت تسوق هما كهرباء قدامك باش تسطع فيها، أنت ما فقتش ولا واحد باش يقص قدامك بالكابتور هذيا، كهرباء تنبهك وممكن زادة تقف وحدها. دونك هذا أول فرق ما بين الفئة الأوروبية والفئة الهندية. نجيو توا حاجة أخرى، لهنا الكروم هذا موجود من قبل، دونك هذا الفيس ليفت نتاع السويفت الأخراني. دونك لهنا عندنا أضواء ديريكسيونيل حتى تاع التونسية زادة ديريكسيونيل، وعندنا لونتي برويار، معناتها مو قدام تبدل حتى شيء بخلاف اللي حكيت لك عليها هذيا. خلينا نشوفوا جنب زعما تبدلت حاجة. على الجنب تقريبا زادة ما تبدل حتى شيء، حاجة بركة العجل اللي يوليو عندنا من هنا 16 إنش 185 55 ارسيز، واللي في تونس جينا 15 انش، الباقي تقريبا كيف كيف. لان عندنا دهينه بيتون احمر وكحل، ظهر لي في تونس تجينا هكاك الحكايه. وحاجه اخرى هذه كيف في تونس، وعندنا دخول بالبصمه بالفلسه زاد كيف اللي عندنا تاع الفئه الهنديه. وحاجه اخرى تبدلت اما ماهيش مهمه برشا، خاطر الكهرباء صغرونه والموتور صغرون، واللي هي من تالي تولي فيها الفران ديسك اللي عندنا في تونس، تجيب الفران طنبور. هذا هو تبدل العجنه بتاعها. خلينا نشوفوا التيلاني شنو صار من تالي كيف من قدام. الباراشوك تبدل لهنا، يولي عنا الضوء هذا. علاش؟ على خاطر السوق الاوروبيه يتطلب الضوء هذا بالنسبه لكياساتهم البنيه التحتيه نتاعهم. نجيو لهنا عندنا رمز هايبرد معمول بالازرق من هنا، الازرق معناتها رايح يحافظ على البيئه وحاجات وكل. نحكي لكم على السيستم اللي فيها كيفاش بالضبط. دونك الكهرباء اللي عندنا اليوم عاد ذكركم اللي هي هايبرد، الباقي الكل كيف كيف ما تبدل حتى شيء اخر. لهنا عندنا تاع الرادار، لهنا عندنا تاع الكاميرا، حتى في تونس زاد فيها كاميرات دروكير، وتنشوفوا الكاليتي نتاعها من داخل. هذا هو من تالي، وهذه هي من برا شنو تبدل فيها. خلينا نطلعوا نشوفوا بالك تبدلت حاجات من داخل. اقعد معايا. ومن هنا نذكرك مره اخرى باش تعمل اشتراك في قناه اليوتيوب نتاعنا. يلا نشوفوا الداخل، طولت عليك. المال نتاعها نفسه ما تبدل حتى شيء، 265 نتر على اليمين على اليسار، ما عندكش من تحط حاجه، عندك ضوء من غادي وعندك جوست كروشيه من هنا هكا هاو، والماتريال تقريبا نفسه بالضبط. هذه زاد عندنا كيك بالضبط كل. من هنا عندك وين زوز كعبتين هكايا باش تهبط المال نتاعها. هذا هو بالنسبه للمال نتاعها. وحاجه اخرى خليني نوريك المفتاح نتاعها، ظهر لي هو نفسه بالضبط. دونك المفتاح نفسه فيه كانت الحلين وتسكير المال، تحله مانيويل من هنا، عندك واحده هاي تنزل عليها من هنا. من تالي ما تبدل حتى شيء كيف كيف بالضبط. زاده عندنا ترو روبوستات كسوه قماش نفس الحكايه بالضبط، لهنا كلها بالبلاستيك. عندنا كات فيتري الكتريك الشباب كيطلعوا يعطوا معناتها بالبوتون. عندنا من هنا وين تحط دبوزه وتقريبا نفس الحكايه. لهنا بالنسبه للقاعده نعاود نذكركم غير بالمساحات شويه، القاعده الحقيقه ماهيش خايبه. هذا كرسي مقدم، اما خلينا نشوفوا هذا مؤخر على الاخر. خلينا نشوفوا لهنا عندك التونيل، دونك في الوسط والله ماهيش خايبه بالكل الاسباس، والله بالرسمي معناتها ماهيش خايبه بالكل بالكل. حتى تونيل رغم اللي عالي نحس لي زوز ادولت نجم يقعدوا بحدايا. خلينا نشوفوا هذا مادام الكرسي مؤخر، دونك هذا دار فيه مؤخر الاخر. وشوف بالرسمي عندي سباس، ومن الفوق قاعد حدث ولا حرج. انا متر و76 هكاك ولا 77، اتحدث ولا حرج خاصه من الفوق. من هنا كرسي هكا تشوفوا فيه كيفاش وصل لهنا. ونجي لاهم الفروقات بينتها هي والفئه الهنديه، الكرسي اللي هنا فيه الارباك، دونك فيها اربع ارباكات الكهرباء بخلاف انظمه السلامه باش نحكيو عليهم في القدامي اللي تو باش نتعداو له. لهنا نبداو نلاحظوا شويه فروقات جذريه شويه نوعا ما. باهي نبداو بالباب، الباب ما فيه حتى شيء مختلف، جوست لهنا مغلفه بالقماش وبلاستيك، اما ظهر لي في تونس كلها بلاستيك، مانيش متاكد الحقيقه من الحكايه، رغم اللي راهو الفئه الهنديه عملت عليها فيديو. اما لهنا فما قماش على وين تحط يديك انت كي تجي تسوق،
كانت فيتري الكتريك والتلفزيون الرابطه بنفس الحكايه. نجيو لهنا وين نشوفوا التغيير الجذري. لهنا عندنا برشا فلس. انت كان عندك سوزوكي سويفت في تونس ولا كان تمشي دار سوزوكي تشوفها باش تلقى اللي لهنا عندك كان فلسه ولا زوزه كهو معطوط عليها مرسم. اما لهنا واحده اثنين ثلاثه اربعه خمسه، خمسه فلس. لهنا زاد اوبسيونات. عندنا اول حاجه تنوريهم لكم تنقرب لك الحكايه. دونك عندنا اول حاجه هذيا نتاع المحافظه على المسار. دونك الكهرباء هذيك تمشي هكايه، اذا انت خرجت يمين ولا يسار الكهرباء تنجم ترجعك وتنبهك من غادي. عندنا الحكايه تحتها اوف هذيا وكهرباء زوز كراف قدام بعضهم. ذكرت كيف حكيت لك من قدام راهو فيها كابتور نتاع منع تصادم، لهنا تعمل له اوف واون معناتها تنجم تتنحيه. عندنا هنا بي نتاع الرادار تاع الصوت هذيا حاجه عاديه على الاخر. عندنا نتاع الامبوتياج واللي هي نتاع انت كي تهدف الامبوتياج الكهرباء تسكت تعاود تخدم وحدها. وعندنا تاع تراكشن كنترول، تراكشن كنترول عندنا في السويف تاع تونس ديجا. باهي نجيو الكرسي. الكرسي نفسه غير غير من هنا تحسه كي حاميك اكثر برسمي. انا تو هكا نحسه يمين ويسار كابسني هكا. عندنا فيه لهنا الريجلاج الريجلاج لومبير من هنا. عندنا نتاع الدوسيي نتاع الظهر، وعندنا بالطبيعه يقدم ويوخر ومن هنا نتاع ليسونس. هذا بالنسبه للحكايه هذيا. خلينا نجيو نشوفوا لهنا توا. باهي نجي توا لهوني لهنا حبيت هكا نقرب لكم اكثر الحكايه. باهي خلينا نعاود نوريكم الفلسه هما. من هنا ما غادي نجيو لهوني. لهنا فما تغيير تشوفوا ما غادي بلاس وماينز مع والا. اي نعم فيها الباليت وفولون رغم اللي راهم مش مهمين بالكل وما عندهم حتى فائده في الكهرباء هذيا. نقول لكم علاش في تجربه القياده شويه اخر. لهنا عندنا كيف تاع تونس دونك تزيد وتعلي في الفوليوم وكل. ولهنا عندنا هذيا نتاع المحافظه على المسار تاع المحافظه على المسار معناتها تاع شو اسمه نتاع الاوبسيون حكيت لك عليها نتاع سيكوريتي والليميتور والريجيلاتور نتاع الفيتيس. تهز وتعلق البلوتوث كيف تاع تونس. ولهنا زيدنا لا هذيا نتاع المحافظه على المسار وهذيا نتاع الكهرباء تابعه الريجيلاتور دي فيتيس نتاعها. اما هذه تاع المحافظه على المسار. لهنا عندنا كونتور والكونتور كيف كيف. خلينا نحط لكم كونتاكت هاك شفتوا كيفاش. دونك لهنا هايك ما غادي يتبدل. دونك قال لي راه الباب محلول دونك خلينا نسكر الباب. دونك لهنيك تاع الجي موشن تاع الفورس قال لي لهنا باش تخدمها انزل على الفران وكهو. دونك من هنا ما غادي هكاك خلينا نخدموها. باهي لهنا يعطيني تاع الكونسوماسيون كيما قاعدين نشوفها. عندي سخانه من الفوق تقريبا نفس تاع تونس ما تبدل شيء. لهنا عندي قداش كهرباء معناتها تساقط من غادي هاكا من غادي هكاكا. لهنا عندي نتاع الاكسل والبريك خاطر هي كهرباء ايبريد يعطيك هاكا عندك شفت كيفاش هاي. دونك هذه حبيت نوريها لكم. دونك هذه نتاع البطري هاكا خاطر البطري من تالي. وعندنا الموتور من قدام وعندنا الانجن من قدام وعندنا الموتور في الوسط من غادي. عطاك الوضعيه تاع البطري تو فيها اربع شلطات على خمسه وعطاك تحتها السبته قداش هذيك تحب تعمل فيتيس الكترونيك تكون نيميريك معناتها. وهذا هو معناتها بالنسبه لي تاع الكونسوماسيون. دونك اخر كونسوماسيون 6.2 رغم اللي ماهيش هي الحقيقيه نتاعها ممكن خاطر اقل برشا هي. دونك هذا بالنسبه لهذاك. نجيو لهنا تو. لهنا عندي لهنا عندي تاع تاع الارباك باش تفصله ولا تخليه. دونك لهنا هاكا دي ليكرون راهو دوريجين نتاعها. لهنا تقول لك سوزوكي. دونك لهنا عندنا الفيرسيون نتاعو وكل الحاجات وكل هذوما ما يهموش برشا. نعاود نرجع انا هوم باش نقول لك اللي فيه هو ابل كار بلاي، ابل كار بلاي والاندرويد اوتو اللي تاع تونس ما فيهاش. فيها كان الميرور لينك. دونك هذيا هذوما زايدين. ديجا ليكرون ماهوش كيف كيف هذوما الاول متفاهمين. دونك لهنا عندك البلوتوث فيها الاوكس هذاك من غادي وعندك اليو اس بي وعندك السيتنجز من هنا. ايش فيها عندك باش تعمل لك تاع التايم زون وكل الحركات الكل هذاكم. وعندك من هنا نتاع النظام الصوت كيفاش تحبه. عندك ديسبلاي زاد كيفاش تاع الباركينج وكله تاع البرايتنس لومينوزيتي وكل. عندك اذر معناتها ايكرون راهو معناتها بازيك على الاخر جوست حاجه زايده فيه واللي هو الابل كار بلاي والاندرويد وديجا هذا تنجم تركبه في كهربتك ديجا معناتها ما فهمش فرق في الكبر ولا حاجه. لتحت عندك كليماتيزور تاعها اوتوماتيك لان قاعدين نشوفوا فيها اوتو من غادي. تحت من غادي عندنا 12 فولت ولا 120 واط هايكا. وعندنا من هنا نتاع اليو اس بي والاوكس على حد علمي. دونك من هنا هكا دونك هي هكاكا نعرفها. دونك عندنا زوج حاملات اكواب. ولهنا نجيو للبواطه نتاعنا. البواطه اوتوماتيك عندنا في تونس اوتوماتيك اما ماهيش نفس النوع تاع البواطه كالعاده باش نحكي لكم عليها شويه اخر تجربه القياده. لهنا عندنا فرانا ما ولهنا زوج فلسه دوما تشوفوا فيهم غير الفيرسيون هذه ماهيش اوبسيون. اما هي ما تعرفش شنو هي الاوبسيون هذا من السيج شوفون تسخين كراسي. اي نعم في كهرباء كيف هكا فما تسخين كراسي موجوده في الفيرسيون الفل. ولهنا هذيك وريتها لكم من التالي. نطلع من هنا المرايه كليت نتاعها ظاهره تاع بالحق
ملاي عندك في الجهتين، وعندك هذه التلفونية واحد بركة في الكهرباء كاملة، وذلك متاع تغيير المسار ومتاع كابتور ديبلوي متاعها، وشوفوا من هنا. بالنسبة الكاليتي متاعها تقريبا راه كيف كيف، ما تحسش فرق بالرسمي، راه يتحرك شوية البلاستيك صراحة، يتحرك شوية. كهرباء مش مستعملة، هذه كهرباء جديدة تاع تيست درايف، دونك يتحرك شوية البلاستيك صراحة، وما تفهمت فماش فرق كبير تحسه في الكاليتي متاعها من داخل. لهنا عندنا القجر متاعها، هذا هو بالنسبه للداخلاني نتاعها. يلا نتعداو نسوقها ونحكي لكم على الموتور، نحكي لكم اما خير هذه والا الفئه اللي جينا لتونس. يلا ليتس جو. بهتو بالنسبه للتست درايف نتاعها، دونك خدمه كهرباء، دونك قبل ما وريتكمش الجوده نتاع الكاميرا نتاعها، الكاميرا نتاعها جوده متوسطه على الاخر، ما فيهاش 360 درجه الا من تالي كهو، ناش كان قاعدين تشوفوا فيها هيك، والخطوط ما يدوروش مع الفولون، دونك عاديه على الاخر. عم تعاون مثل تو انا قاعد نوخر هاكا هنا، شالي ما غادي كذا نو هاكم. نبداو بسم الله، باهي باش نحكيو على الموتور نتاعها. دونك كيما قلت لكم فما فروقات جذريه بينتها هي والفئه اللي جينا لتونس، الفئه الهنديه. دونك بالنسبه للفروقات، او اول فرق بالنسبه للتست درايف نتاعنا واللي هي الموتور نتاعها. دونك خنشوف لحظه بركه الطريق. دونك شفت شعلت لي تو فما كهرباء جات بحدايا هكا، شعلت لي اللي نرد بالك على اكسيدون، يصيرش اكسيدون ولا حاجه. دونك شعلت لي هذيك اللي بصح حكيت لكم عليها قبيله. دونك اول حاجه قلت لكم الموتور نتاعها، بالنسبه للموتور نتاعها لهنا ماني قلت لكم راهي هايبريد. اما شنو اللي الهايبريد اللي فيها؟ فيها هايبريد ميلد هايبريد، هيبريداسيون صغيره على الاخر، جوست باش تعطي شويه قوه اكا هاو شويه بالكل. اما شنو المبتغى نتاعها واللي هي تنقيس الكونسوماسيون، والمبتغى الاخر علاش قلت لكم راهي في اوروبا ما تجي كان هايبريد اكا هاو، على خاطرها في اوروبا فما قوانين جدد ولا يفرض تفرض فيها الحكومات. دونك قوانين جدد تفرض فيها الحكومات باش ليميسيون تاع السي او 2 تنقص، وباش تكون محافظه اكثر للبيئه لازم تجي هايبرد. اكو على سوزوكي في اوروبا ما تجي كان هايبرد اكا هو. باهي بالنسبه للموتور تاعها يخرج 83 حصان 107 نيوتن متر. زين نطفش نحاول ننزل عليه شويه، عادي على الاخر الحق متواضعه ما تجاوبش طول، رغم لي اتموسفيريك انه اغزر ننزل نقعد نستنى حكايه 4 ثواني وبعد جاوب عادي على الاخر. والهايبريد الهايبريد تاعها مش بتحس حتى شيء، وديجا ماشي هايبريد روش الجبل، دونك ما تشارجيهاش، تعاود تشارجي روحها وحده بالفريناج. بالنسبه للبواطه قلت لكم راهي بواطه زاد مختلفه، البواطه اللي معنا اليوم السي في تي، دونك نربحوا عندنا ميلد هايبريد وعندنا سي في تي، دونك كونسوماسيون قليله على الاخر. دونك هذا هو اللي هذا هو المبتغى تاع الكهرباء، والاخر قلت لك المبتغى تاع حكومات واجراءات وكل. دونك نسيت تو نزل عليها شويه، العزل فيها مش خايب، ما يطلع صوت الموتور كان كي كان كيف تنزل عليها، ماهيش خايبه بالكل. دونك كيما قلت لكم فيها المحافظه على المسار، هذه زايده، وفيها تاع التصادم، وفيها زاده ما قلت لكمش عليها قبيله، فيها زاده نتاع هاي شعل تشعل لي تو، اما مش قاعد يتراو فيها هكا بالاصفر تشعل لي نتاع النقطه العمياء. دونك انا فما كهرباء تو بحدايا تقعد تشعل لي تاع النقطه العمياء. وقلت لكم قبيله باليتو فولون زايدين، علاش زايدين؟ اول حاجه خاطرها سي في تي، وكان ما تعرفش معناتها بواط سي في تي تو برك اغزر على الفوق على اليمين تلقى تخرج لك عنوان معناتها بواط سي في تي بعد تفرج فيها. وزاد حاطين الباليتو فولون، دونك سي في تي ما فيهاش رابورات. دونك مثال انا تو نجم نحط مثال هكا ام، تو قال لي انا تو في الام 4، انا تو في الفيتاس الرابعه، فيها اربع فيتاسات هكا هو مبرمجينها على اربع فيتاسات، فهمت؟ انا تو نطيح ثلاثه، نطيح اثنين، فهمت؟ معناتها انت مش عامل مني، اما راهي ما عندها حتى منفعة، الحكاية مشاعر أكثر من أنها تكون حقيقية. هنشوفوا تو السسبونسيون تاعها، خرجها على الدي ونشوفوا السسبونسيون تاعها. هاني على دودان. ماهي سوبل برشا عادية، راه ما نستناوش من سويفت باش تكون حاجة روعة ولا حاجة. كلينيتون ما رجعتش وحدها كي رجعت البولون. دونك شفت كيفاش لهنا؟ على النقطة العمية فما كهرباء حابة تجي بحدايا هكا، حسيت من الآخر حاب يعمل أكسيدون، يا أخي لهنا هكا عمل لي هكا النقوز، والله باهي على الآخر في كهرباء كيف من هكا معناتها، أوبشن كيف من هذا، باهي على الآخر صراحة، في تونس ما عندناش الحكاية هذي. دونك لهنا باش نحكي لكم اسكو تو هذي اللي تجي لأوروب خير من تاع تونس؟
الحكايه ماشي حكايه خير نتاع تونس، خاطر الحكايه فوق انها حكايه انه يحبوا يعطيوا لتونس حاجه خايبه ولا يحبوا يعطيوا لاوروبا حاجه باهيه، الحكايه حكايه كراس شروط وحكايه حكايه سوق شنو يطلب، لان في اوروبا انت ما تنجمش تهبط لهم كهرباء مازال ما غير تراكشن كنترول، علاش؟ خاطر السويفت في تونس جاتنا اول ما جاتنا ما غير تراكشن كنترول، اش قولك انت؟ في اوروبا عندهم قانون ما عادش تدخل كهرباء من غير ABS وتراكشن كنترول، دونك ما تنجمش تعطيهم كهرباء انت مثال كيما قلت لك ماهيش هايبرد في هكا معناتها بالنسبه للموارد اجنبي موارد ياباني، لازم تكون هايبرد، لازم تكون حتى ميلد هايبرد بالكل، معناتها كيما قلت لك راك الهايبرد انا مش قاعد نحس فيه كهرباء مش قاعد نحس فيه الكتريك تو موتور قاعد يتحرك تو فهمت؟ دونك فما كراس شروط وبالنسبه لاوروبا كيما تعرفوا السيكوريتي معناتها هي اعلى القائمه اوك علاش تهبط اربع باجات محافظه على المسافه تهبط معناتها شنو تنجم تعمل عامل فيها الكهرباء فهمت؟ معناتها بالنسبه للسيكوريتي نتاعها دونك لهنا عندنا هاي تاع المحافظه على المسار من هنا هاي كما غادي توش حالت لي نعرفش كان قاعد يتراو فيها الفريناج تاعها مش خايب بالكل باهي بالكدا دون ما ننزل نشوف الكهرباء تاقف دونك لهنا وحاجه اخرى زدت نوريكم الموتور توا كي راكم قاعدين تراو فيه مصفح من اللوطه فيه كاش سو موتور واللي هي حاجه باهيه برشا دونك تو نجمو ننزل عليها شوية مادام الكل مسرح والموتور ولا يعيط بالكدا متواضع الحق برشا في الكياس تسمع وسط المية توا هاو بتاع المحافظة على المسار قاعدة تشعل لي توا على جنب هاكا دونك انا طمت نمشي شويه على اليمين هاك توش علي هاك ما غادي احمر مع ترى رد بالك انت راك خرجت على المسار تاع الطريق دونك هذيك هي الاوبسيون نحكي لكم عليها دونك تقريبا هذا هو بالنسبه للتست درايف نتاعها جست معناتها حبيت نعمل لكم الحلقه باش نوريكم الفروقات باش تفهموا خاطر انا جاتني برشا اسئله قبل شنو الفرق بينها هي والاوروبيه وهما ناس اصلا صخايبه هذه هي اللي تصنع في اليابان اللي جينا لتونس دونك اللي هي ماهيش كيف دونك الهند تصنع واليابان تصنع واليابان تصنع وحدها اما راه مش معناتها راه لهنا باش نلخصوا الحكايه هذه وهذه ولا تاع تونس خير الزوز باهين هما كي تشوفوا والزوز كل وحده منتجها السوق محدد معناتها السوق المناسب نتاعها نتاع الهند تو ولات جينا بالتراكشن كنترول تو حتى الهند تحسنت برشا في صناعه السيارات يا اما صناعه محليه واما صناعه تاع كراب اخرين دونك مثلا تو البالون الاخرانيه اللي جاتنا ولات فيها اربع باكيت ولات فيها افيشارتيت اوت ولات فيها برشا اوبسيون تاع امان دونك لهنا يعطينا مؤشر معناتها مؤشر لسوزوكي في الهند ولات تحترم اكثر حكايه السكيورتي فهمت تو في سعد ام الديريكسيون خفيفه شويه اوش علي قال لي رد بالك معناتها قاعد تلعب بالمسارات فهمت معناتها مانيش راكح في طريق واحد اوش علي لهنا بالاخضر دونك انت لاباس ايش عليك بالابيض معناتها هو مازال قاعد يشوف ما عادش كان قاعدين نشوفوا فيها بتبيع كيما قلت لك الكروز كنترول حق صغرونا تحس راح تنجم تتحكم فيها من غير ما تعمل حتى جهد باش تشوفني على اليمين شنو فما على اليمين شنو فما على اليسار برسمي صغرونا فيسع فيسع وفيها من غادي كيما قلت لكم نتاع تحديد المسار هذاك وفيها لي ماج اوتوماتيك دو فو دونك لهنا في الليل الضوء يشعل وحده دونك هذا هو بالنسبه للتست درايف نتاعنا هكا نكونوا كملنا ما حبيتش نطول عليكم وان شاء الله تكون استفدت تنساش تعمل الاشتراك في القناه وان شاء الله مره اخرى نشوف نصور لكم الفيتارا الهايبريد الفيتارا الاوروبيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.